شاكرا لكل الضيوف الكرام في هذا المقام القرآني الكبير، فضيلة القارئ العالم الشيخ محمد عبد الرحمن الخولي، القارئ بمصر والعالم الإسلامي ابن الساحة البدوية، وكذلك الشيخ مهند أبو الكرامات المبتهل والقارئ لكتاب الله وابن الساحة البدوية، مرحبا بهم في هذا المقام القرآني الكبير. الله تبارك وتعالى خلق الدنيا فجعل مكة أفضل البلدان، وخلق البيوت ولكنه فضل بيت سيدنا رسول الله، وخلق الأعوام ولكنه فضل العام الذي ولد فيه سيدنا رسول الله، وخلق الشهور ولكنه فضل شهر رمضان، وخلق الأيام ولكنه فضل يوم الجمعة، وخلق الليالي ولكنه فضل ليلة القدر، وخلق الأنبياء ولكنه فضل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وخلق الأمم ولكنه فضل أمة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الكتب السماوية ولكنه فضل القرآن. أيها الإخوة المؤمنون، ما استمع الله لصوت في الأرض أجمل من صوت قارئ القرآن. نستمع وإياكم لابن جامعة والده القرآنية الكبرى، فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل السيد طنطاوي، نجل العلم الإذاعي الكبير، فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء.
الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا
Thank you.
ثم ومنهم سابق بالخير
حضرة الأمر. الله يخليك. حاضر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا جنات عدن يدخلونها
عدني يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها صدق الله العظيم. صدق الله العظيم المتعالي الذي أرسل جبال العوالي والذي لا تعجزه ظلمات الليالي. صدقت ربنا وبلغ رسولك الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. سعدنا وإياكم بهذه التلاوة القرآنية الطيبة المباركة العطرة من نبت البيت القرآني العامر بذكر الله فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل الطنطاوي نجل العلم الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل طنطاوي والمقيم بمحافظة الدقهلية في الذكرى السنوية الثالثة للوالد الكريم الحج سنة الطعيمة. نسأل الله أن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وأن يبارك في ذريته وأهل بلدته والحاضرين من كل صوب وحدب. شاكرا لبيت العمدة صلاح نجم وأبناؤه الأعزاء الأجلاء وشاكرا ايضا لبيت آل حميدة الاكرمين. شاكرا اليكم ايها الاعلام ومن ساحة القرآن الكريم الى ساحة الحديث والتعليم.